احنا في جامعة تمالوكت بدينا باش نديرو عمل برنامج عمل الجامعة وباش ندوم واحد ورشة تشاركية وتشاور يلي اعطاء انطلاقة العمل ديال الجماعة. والحمد لله بالتوفيق كانوا معنا احنا الحمد لله واحد العدد ديال الجمعيات المجتمع المدني، معنا الناس ديال المؤسسة التعليمية الصحة، الناس ديال الداخلية وأعضاء رؤساء الجماعات اللي مجاورة معنا أيت مخلوف وتفرة وتنوي مولاس وايتيغاز ورؤساء الجمعيات والأعضاء المنتخبين. والحمد لله واحد النهار الحمد لله نجح وتنتمنوا باش تكون هاد الفكره ديال اللي دابا خدينا ونكونوا حنا من اوائل الجماعات اللي غينجهزوها في هذا المخطط 2022-2027 باش تنجح ويكون هذا البرنامج عمل الجماعه يكون بالتنسيق مع هذه الجمعيات وناخذوا الاراء ديالهم ونشاركوهم في المشاكل ديالهم والاوراش اللي بغاو يديروها في كل الدوار. الحمد لله داز اللقاء بتواصل والاراء ديالهم كاملين وتنتمنوا انا كرئيس جماعه في تمالكت ومستشار برلماني باش نحاول نقدم ونوصل هاد الاراء ديالهم وهاد المشاكل ديالهم للوزارات والمؤسسات بالتنسيق. دابا الجماعات المحليه تيكون تنسيق مع المجالس الاقليميه مع المجالس الجهويه، لان الرؤيه دابا ديال الدوله ما بقاش تتسير على التمركز ولا تتسهل على التمركز وتتعتمد على النظره الجهويه والاقليميه والجماعاتيه باش ينجحوا جميع الاوراش ويكونوا ناجحين. وبالنسبه حنا كجماعه تمالكت عندنا المشاكل هنا ديال الطرق والماء، هما بزاف اللي عندنا فوق العزله، عندنا مشكل ديال الماء تقريبا. عندنا حنا 11 دائره، عندنا 7 الدوائر ما عندهمش الماء، ما لقاوش ما يشربوا. عندنا مشكل ديال الطرق، ما عندهمش لي فيرتور تصور، باقي الناس تركبوا في البغال باش يوصلوا، حتى يضربوا عقرب تيضربوا حنش ما تي قليل اللي تيوصل لينا حنا هنا للمركز وتنجيو حتى للمركز ديال الصحه تلقاو ما عندنا ابسط حوايج باش نديروا لا برا ديال العقرب، خصنا نجريو حتى لتردنت واحد المسافه كبيره. عندنا مشكل ديال النقل السري، الناس ما عندهمش باش ياخذوا الرخص باش النقل المزدوج. حنا كفاعلين سياسيين خصنا نوصلوا هذه الاراء لهاد الناس. عندنا مشكل ديال التعليم، ما عندناش ترونسبور سكولي، عندنا الداخليات، عندنا الخيريات، الدراري تيتكرفسوا وبين الداخليه والاعداديه ولا الثانويه بدنا 2 كيلومتر 3 كيلومتر عاود يكون عندنا ترونسبور سكولي. عندنا واحد ترونسبور سكولي في الجماعه ديال تمالكت، فلا يعقل ان 8000 نسمه تكون عندها واحد ترونسبور سكولي. وقدمنا شحال للطلبات ما لقيناش الجواب. عندنا مشكل ديال العزله، حنا بغينا دابا غير جرافه تنطلبوا باش ناخذوا جرافه، ما لقينا حتى من نسمعوا لا من جميع الوزارات لا ما عرف. المهم حنا هذا العمل الجماعاتي اللي تيطلبوا لينا حنا نقدموا فيه جميع المعطيات بالتشارك مع الجمعيات والمجتمع المدني، ونتمنوا ان شاء الله باش يكون من بين عمل جماعه برنامج عمل جماعاتي يكون في المستوى. وحنا خدينا واحد البيروديتود الناس ديال البلاد هما اللي دابا تيشرفوا على العمل ديال المجلس الاقليمي والجهه ونجحوا واحد العدد ديال برامج 20 اللي نجحوا في هذه الولايه اللي فات. دونك تنتمناو باش نخدموا معاهم ويكون عمل في المستوى ان شاء الله، وتنتمناو باش حتى حنا يوفقنا الله في هذه الخمس سنين ان شاء الله باش في الختام ديال هذه الخمس سنين تكون عندنا واحد الجرد، ونتمناو باش يكون واحد المستوى كبير باش يتحقق هذا البرنامج.